مشاهدينا للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول التركيه الكاتب المحلل السياسي الاستاذ نظير النداوي. اهلا بكم استاذ نظير الى استوديو رافدين. يعني 100 برلماني يقدمون شكوى للامم المتحده ضد مفوضيه الانتخابات، هل برايك باتت العمليه السياسيه على شفا الانهيار بعد تهديد البعض بالانسحاب من العمليه السياسيه؟ حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. حقيقة ما قام به النواب من رفع مذكرة إلى الأمم المتحدة بضرورة التحقيق في موضوع الانتخابات وموضوع الخروقات وعمليات التزوير اللي طاقتها هو تطور خطير، على اعتبار أن هذا الكم الكبير من النواب والذين يشككون في نزاهة هذه العملية الانتخابية، يعني ينسف موضوع نزاهة هذه الانتخابات وأن شبهات التزوير هي ليست ادعاءات من بعض السياسيين، بل الجميع هم الآن يلقون تهم التزوير على الكتل المنافسة، بحيث أنه وصل الأمر إلى أن كتلة الفتح التي هي الممثل السياسي عن الميليشيات التي تعمل في العراق هي أيضا ركبت هذا المسار وتقول انها تريد التحقيق في الخروقات التي حدثت، بالرغم ان جميع الشبهات تدور حول هذا التكتل على اعتباره من اكثر الكتل التي قامت في عمليه التزوير والخروقات التي رافقت الانتخابات. نحن الان امام مشهد يعني عسير، والامور يوما بعد يوم تتجه الى التعقيد، وربما ستكون خلفها نتائج يعني خطيره. نعم. نعم، المحكمة الاتحادية ترد على دعوى إلزامها بعدم المصادقة على نتائج الانتخابات، يعني ما تداعيات هذا القرار برأيك؟ يعني كما نعلم احنا القضاء العراقي هو ليس قضاء كما هو موجود الحال في بلدان العالم الآخر، انه قرار يعني قرار القضاء يكون مستقل، انما هو مسيس منذ بداية يعني 2003 ولحد الآن، وقراراته غالبا ما تصب في مصلحة جهة سياسية معينة. القرار ينم على أن هناك إرادة على أن العملية السياسية تمضي كما هي بكل علاتها وكل عمليات التزوير التي رافقت الانتخابات والوصول إلى تشكيل حكومة بأي شكل من الأشكال. هذا هو يعني الرسالة التي تريد أن تعطيها المحكمة الاتحادية، وكذلك سد الطريق على هؤلاء النواب الذين يشككون في العمليه الانتخابيه ويريدون يعني اعاده العمليه من جديد والغاء نتائجها. اياد علاوي زعيم ائتلاف الوطنيه قال بان العمليه السياسيه في العراق تشوبها المهازل والفضائح، لماذا برايك تاخر اياد علاوي في هذا التصريح؟ لماذا هذا التوقيت بالذات بعد الهجوم الكبير على الانتخابات؟ يعني السياسي اياد علاوي يعني ما اراه هو نموذج صارخ وواضح على النفاق السياسي الحاصل في العمليه السياسيه العراقيه، فهو في الوقت الذي الان ينادي بان هذه العمليه رافقتها التزوير والخروقات ويدعو الى الغاء نتائجها، هو بنفس الوقت يخوض الان مفاوضات في محاوله للتحالف مع باقي الكتل ل يعني تأسيس الحكومة القادمة، فهو تناقض في يعني في قراراته. نعم. وما مطالباته هذه الأخيرة إلا لأنه يحس أن حظوظه في العملية السياسية بدأت تقل يوم يعني انتخابات بعد انتخابات، إلى أن يصل في يوم من الأيام أن لا يكون مؤثر بالعملية السياسية. فكل الدوافع التي تجعله يصرح بهذه التصريحات هي دوافع مصلحية، بل هي أقرب إلى النفاق السياسي منها إلى مواقف وطنية. نعم، ائتلاف القرار والجبهة التركمانية وعدة قوائم انتخابية أخرى أكدوا بأن هناك الكثير من الشواهد على عملية التزوير في الانتخابات، وأن الانتخابات شارك فيها نسبة أقل من 19%، وهناك أيضا مع الاتهامات كما ذكرت الاتهامات الكبيرة بالتزوير. يعني هل بقي من شرعية هذه الانتخابات شيء حتى تبقى، أو يبقى من مثل في هذه العملية؟ يعني شرعية العملية السياسية هي لم يعني تنخدش صورتها الآن، هي صورتها مخدوشة منذ بدايتها، لكن هذه الانتخابات قد عرت الجميع، يعني وصلت إلى مرحلة بأن العملية السياسية
أصبحت عملية تبادل مصالح، عملية اتفاقات بين كتل سياسية، وما يعني الفضيحة اللي قام بها مشعل جبوري عندما فضح الاتفاقات التي تحدث في الأردن وتحدث في سوريا لشراء الأصوات وشراء المحطات الانتخابية، ما هي إلا دليل على أنه ليست هناك شرعية لهذه العملية السياسية. ولو كانت هناك إرادة دولية حقيقية بإقرار عملية صحيحة، عملية سياسية صحيحة في العراق، لما سكتت عن هذه الخروقات. يعني عملية سياسية مفضوحة، وهي لا يعني لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن إرادة الناخب العراقي، لكن الإرادة الدولية الآن تريد أن تمضي الأمور كما هي. اليوم جاء تحذير من الولايات المتحدة للسياسيين الذين يشككون في العملية الانتخابية وإعادة إجرائها، وتحذيرات من المضي في هذا الدور، وبحجة أن ما بعدها سيكون فوضى سياسية تثقلها البلاد، وهي هذه الحجة الأمريكية لأنها تريد أن تمضي الأمور كما هي، ولا أن يقال أن العملية السياسية التي جاءت بها الولايات المتحدة هي عملية فاشلة بعد تجربة 15 سنة. نعم، في ظل هذا الصراع المتصاعد حول نتائج الانتخابات، برأيك المشهد السياسي العراقي إلى أين يتجه؟ الغالب الأمور طبعاً من الصعب التكهن إلى بهذه المصير ما سيحدث بعد أيام، لكن في الغالب أن هناك يصبح تباين لكتلتين كبيرتين، هي يعني كتلتين شيعيتين كبيرتين اللي هي الصدريين ومن يتحالف معهم، والميليشيات ومن يتحالف معهم، والجميع هو يعني هي كتل مسلحة تمتلك ميليشيات، والكتلتين لا تسمح لأحدهما باستلام السلطة، وهذا مما يعني يزيد احتمالية التصادم بينهما، ولربما يصل التصادم إلى أن يكون تصادم مسلح في شوارع محافظات الجنوبية. أستاذ نظير النداوي، الكاتب والمحلل السياسي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.